الرجل المتزوج والرجل الأعزب. شنو الفرق بيناتهم؟ وهل الزواج يمنع الخرف؟ وشنو علاقة ريحة الجسم بالزواج؟ وراح أقول لكم شنو العلاقة بعدين. العزاب غالباً تعودوا على هالمنظر لأنه متكرر في كثير من المواقف. طيب خلونا نشوف أبرز الفروقات بين المتزوجين والعزاب. الأعزب ما عنده التزامات مثل دفع أقساط المدارس والبيت، حر طوال الوقت، يستطيع الخروج لأي مكان ويكون منفتح في التعامل مع النساء، حياته بدون رومانسية إلا مع الأكل طبعاً. أما المتزوج عنده التزامات، ما عنده كامل الحرية وعنده أصدقاء أقل، حياته أكيد فيها رومانسية. المتزوجين والعزاب اثنيناتهم عندهم خصائص ومميزات ما موجودة بالطرف الآخر، ولهالسبب استعنت بمختصين حتى يفيدونا. أنا مش مقتنع بالزواج. هيك أعطينا، مش مقتنع بالزواج، أعطيني سبب ليش مش مقتنع. أنت ماخذ دور الزوج، أوكي. يعني التكاليف زوجتك أنت تدفعها، أوكي، صح؟ صحيح. فبدل ما تدفع تكلفة حياتك أنت جالس تدفع تكلفة شخصين، صح؟ فكل اللي دفعته على زوجتك كنت تروم تستثمر فيه لو كنت سينجل. وكيف بتكمل حياتك لحالك؟ تعرف على مليون بنت، ما في وفاة ولا وحدة، ما في ولاد، ما في حياة مستقرة، دائما حياتك ضايعة. لا تقنعني أنك بتحب زوجتك 50 سنة قدام، بأي وقت الحب بيختفي. أنا ماني مضطر أنعك، الحب بيروح وبيفل. افترض انت عندك مزوج وعندك بنت، بتفضل انه مثلا يكون في واحد بحياته مثلك انت بحب التجارب؟ انا ما بيب بنات لاني ما بتزوج. انت متاكد انه ما راح تتزوج؟ ما راح اتزوج. اول شيء الزواج هو مؤسسه، وهو شيء كثير منيح انك انت تكمل حياتك مع شخص بتحبه وبنفس الوقت متفق معه وعندكم عائله مع بعض. احس انه لو انا كنت متزوج بكون مرتبط، وقتي بيكون مربوط للزوجة، وأنا أحس إن وقتي أبغي أقضيه لنفسي. أوكي، اثنيناتهم عندهم حق، بس هل يا ترى أكو فئة سعيدة أكثر من الأخرى؟ خلونا نشوف آراء الناس. نتجوزي. ليه؟ لأنه الحياة مع اثنين بتكون أحسن، الحياة شراكية. تجوز، كل واحد يبني عليها، كل واحد يكون عنده أطفال. سينجل فارغة. ليه؟ ها؟ إيه السبب؟ كده عشان أكون فري فوريفر. I want to become single. Yeah. Because I want to become free. Single طبعاً. عرفش أنا حاسس إني لما أكون single عشان أكون براحتي. الزواج هو جد استقرار. هو بيعلم الإنسان كيف يكون مسؤول أكثر. إنه مش لحاله هيك صايع براسه. هذا السؤال هلا أنا مجوزة. يمكن حلو الجاز كمال البيبيز وهيك بتعيش مع شريك حياتك وابنك أو بنتك، بس أنه حلو جميل. الآراء مختلفة وكل شخص يشوف منظوره الخاص، وما ألومهم لأن شخصيات الناس مختلفة وعلى أساس الاختلاف تختلف حياة كل شخص. بس تذكرون لما قلت لكم شنو علاقة رائحة الجسم بالزواج؟ طيب خلوني أقول لكم هالمعلومة الصادمة. أشارت بعض الدراسات تحت عنوان هل تختلف رائحة وشكل الرجل غير المرتبط مقارنة بالرجل المرتبط؟ النساء صنفوا رائحة الرجل غير المتزوج أقوى وأكثر ذكورية، ووجوه الرجال الغير مرتبطين أكثر ذكورية من وجوه الرجال المرتبطين، وأن المرتبطين عندهم وجوه لطيفة وجديرة بالثقة أكثر من العزاب. وجواباً على السؤال اللي ببداية الفيديو، استناداً للدراسات فإن الزواج يقي من الإصابة بمرض الخرف. بس فعلاً هالشي يعني أن العزابين مرتاحين أكثر من غيرهم؟